نصل أعزائي المشاهدين وإياكم إلى فقرة جلسة صراحة، آخر فقرة برنامجنا لهذا الأسبوع، وفيها سوف نناقش عدة محاور، بدءا بعملية انتقال السلطة في مصر وسقوط حكم الإخوان وتأثيراته القريبة والبعيدة المدى، التطورات على الصعيد الإقليمي والدولي فيما يخص الأزمة السورية، وسوف نتكلم كذلك عن المعارضة السورية وقدرتها على الاستمرار على نحوها الذي دأبت عليه من تشتت وانقسام للأسف الشديد. لنقاش هذا وغيره من المواضيع أعزائي المشاهدين، يسرني أن ألتقي عبر الهاتف من لندن مع الصحفي السوري الأستاذ محمد فتوح. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. أستاذ محمد، أستاذ محمد، هل تسمعني؟ إذن يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع الأستاذ محمد فتوح، الذي من الممكن أن يتصل بنا من لندن. إذن سوف نناقش معه إن تم الاتصال المواضيع المتعلقة بالمعارضة السورية، خصوصا وأننا نعلم أن في هذه الأثناء اليوم الخميس وغدا الجمعة هناك اجتماع لمعارضة سوريا الخارجية، والتي من المحتمل أن تنتخب قياداتها الجديدة، بالإضافة إلى المسألة الهامة جدا والتطور الإقليمي الكبير في سقوط حزب الإخوان المسلمين في مصر وانتقال السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية مؤقتا، ريثما يتم عملية نقل أو عملية الانتخابات المقبلة بشأن البرلمان والحكومة. كذلك سوف نناقش العديد من التطورات الإقليمية والدولية التي لها تأثير قوي على الوضع في سوريا، بالإضافة أيضا لعدة مواضيع وأمور أخرى، إذا أمكن الاتصال بالأستاذ محمد. الأستاذ محمد، هل تسمعني؟ نعم نعم أسمعك. مساء الخير أستاذ محمد. إذن لنبدأ بالمحور الأول، بالتأكيد يعني أن ما حدث بمصر سوف يكون له انعكاسات على كل دول الربيع العربي ومن ضمنها سوريا، وهي مصر في الحقيقة أذهلت العالم بمظاهرات غير مسبوقة بتاريخ البشرية. كيف تقيم ما حدث أستاذ محمد؟ يعني أولا أشكركم على هذه الاستضافة. في الحقيقة أنا دعونا نميز بين التظاهرات في الشارع وتدخل العسكر لحسم الأمر. أعتقد أن العسكر لا يمكن أن يكون جزءا من العملية السياسية، لا يمكن أن يكون جزءا أو ينحازوا إلى فريق ضد فريق. نحن بالتأكيد من حق الجميع أن يتظاهروا، أن يطالبوا، حتى أن يطالبوا باستقالة الرئيس، أن يطالبوا بشتى المطالب، لكن في النهاية علينا أن نقبل بقواعد اللعبة الديمقراطية. قواعد اللعبة الديمقراطية تقول أنه لا يجوز استعانة بالمؤسسة العسكرية لتحقيق مآرب سياسية أو للانتصار طرف أو يعني لتغليب طرف على طرف آخر. بالعكس، أنا أرى أنه تدخل الجيش بهذا الشكل يثير المخاوف على الربيع العربي وعلى مسار الديمقراطية في وطننا العربي. نحن نأمل أن لا تطول هذه الفترة وأن تبدأ العملية السياسية مجددا، لكن أعتقد أنه ليس أمرا جيدا أن نشهد في السنة الأولى لأول انتخابات ديمقراطية في مصر مثل هذه الحركة. طيب أستاذ محمد، يعني هل تعتبر أن ما حدث في مصر يعتبر انقلابا عسكريا أنت؟ هو بالتعريف السياسي في علم السياسة أي تدخل عسكري لتغيير نظام أو تغيير حكومة أو رئيس هو انقلاب، بغض النظر عن تسمية أصحاب المشروع. طبعا أصحاب المشروع دائما يستخدمون تسميات مختلفة، بعضهم يسميها ثورة، بعضهم يسميها تكوين مسار الثورة، بعضهم يسميها حركة تصحيحية، ولكن في التعريف السياسي تدخل العسكر لتغيير رئيس أو تغيير حكومة هو انقلاب. هذا هو التعريف السياسي المجرد، وليس كلمة شتيمة لنقل، هذا هو الوصف السياسي.
طيب يعني أستاذ محمد، الحقيقة أنه 33 مليون نزلوا للشوارع للمطالبة بتغيير نظام الحكم، وهذا حدث طبعا في أو بعد حكم حسني مبارك. نعلم أن حكم حسني مبارك وصل إلى السلطة بطريقة مغايرة، ولكن طبعا هناك موجة احتجاجات عارمة هي عمليا سحبت الشرعية عن نظام مرسي المنتخب. يعني حتى لو كان منتخب ديمقراطيا سحبت الشرعية من الشعب من الشارع، وأنت تعلم معي في الدول الديمقراطية وهناك كثير من الأمثلة في العالم، من البرازيل إلى الأرجنتين إلى أمريكا إلى إيطاليا، كثير من الدول حدث فيها نفس هذا الكلام الذي حدث في مصر، لكن السلطة السياسية فيها اعترفت بهذا الخلل الشرعي أو الخلل الذي أدى إلى الشعب برفع الشرعية حتى عن الأحزاب التي كانت منتخبة فاستقالوا. أما في مصر فرفض الرئيس المصري هذه الاستقالة فوجب التدخل من الجيش. ما رأيك بهذا الصدد؟ يعني دعونا نقول انه السنه الاولى في الحكم الديمقراطي في مصر شهدت يعني نقول نكسات كثيره لم تكن على مستوى توقعات الشعب المصري بالتاكيد، لم تكن هناك انجازات في البدايه. اعتقد انه اصلا لا يستطيع اي طرف مهما كان حجمه مهما كان حجمه في الشارع ان يتحمل مسؤوليه المرحله الانتقاليه او المرحله الاولى على الاقل لمفرده. لا يمكن لاي جماعه او حزب ان يكون هو الحزب الوحيد او هو الذي يمسك بزمام السلطه، خصوصا في حاله اصلا ليس لديه مؤسسات. هو حزب جاء على راس نظام سابق موجود، لا يملك اصلا ليس له سلطه على اي مؤسسه في الدوله في واقع الامر، وبالتالي لا. والمطالب كبيره، نعلم حجم المازق الاقتصادي، حجم المشكله الاجتماعيه، المشكله السياسيه الى اخره، وبالتالي لا يستطيع اي طرف ان يتحملها بمفرده. والصحيح مثل هذه الحالات ان يكون هناك توافق سياسي او على الاقل مشاركه سياسيه تضمن قاعده شعبيه اكبر و تعطي رؤية موسعة لطريقة النظر للأمور وليس النظر للأمور من جانب واحد. لكن في المقابل أيضا لا يعني أن مظاهرة الشارع تعني حكم سقوط رئيس منتخب. يعني هذه نحن في صورة المستقبل لنقول لا نستطيع خلق مثلا ليس جيدا أو ليس ممكنا في النظام الديمقراطي أنه كل يومين كل منتخب رئيس الفريق الآخر يخرج. يعني بكرة بنتخب رئيس تخرج جماعة مرسي واللسونة في الشارع حتى يسقط الرئيس. هذه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في الواقع، ولا يمكن أن يعجل في الاستقرار. الأمر يحتاج إلى أولا القناعة بآليات الديمقراطية. إذا اقتنعنا بآليات الديمقراطية يمكن أن نسير فيها لتصحيح الخلل. بالتأكيد المظاهرات مشروعة، وحجم التظاهر في الشارع يعبر عن حجم الغضب وحجم نقول خيبة الأمل من تحقيق التقدم وتحقيق التطور في حياة الناس. الناس لم تنعكس إذا لم يروا تأثيرا أو تغيرا في حياتهم، في تغيرا في مشاكل حياتهم، بالتأكيد هم سيشعروا أن شيئا لم يحصل، وبالتالي سيتوجهون بمثل هذه المطالب، وخصوصا في هذه المراحل الهشة، لأنه هم يعتقدون أنه كلما طال الأمد سيصعب تغيير السلطة، وبالتالي هم يعتقدون الناس تعتقد أنه إذا أردت أن تغير السلطة أو كانت هناك مشاكل عليك أن تضغط منذ البداية لهذا الأمر. لكن كما قلت في ضمن الآليات المأمولة أو ضمن العرف الديمقراطي المأمول أن يستقر في بلادنا ومنها سوريا بالطبع بعد الثورة، يفترض أن نحافظ على آليات الديمقراطية. الطرف الذي يحكم يجب أن بالتأكيد يراعي مطالب الناس، ولكن أيضا لا يمكن أن يعني نمضي الوقت في المجادلات السياسية والمظاهرات وتعطيل المصالح من جميع الأطراف، لأنه كما قلت الطرف الآخر بكرة وغدا سيفعل نفس الشيء، وهذه مشكلة في الحياة السياسية. نعم، لكن ربما طبعا الجميع يعلم أن عملية الانتخابات التي حدثت في مصر أستاذ محمد، يعني كان هناك شفيق وكان هناك مرسي، يعني الخيار كان بالتأكيد صعبا جدا للشعب المصري، بالإضافة إلى أن كان هناك تخوف على ما أعتقد من الشعب المصري في عملية أن يؤسس الإخوان لنظام استبدادي جديد. نحن نعلم أنهم وصلوا
الديمقراطية طبعا إلى سدة الحكم، لكن في النهاية يعني البيان الدستوري الذي أطلقه مرسي كان كافيا بأن يجعل المصريين جميعا يتخوفون من أنه إذا طال أمد السلطة الجديدة فسوف تؤسس لحكم استبدادي. ماذا تقول؟ أولا بداية أنا أعتقد بس يعني أكرر المسألة أنه لا يمكن لأي طرف أو حزب أن يتحمل مسؤولية مفرده، وأعتقد أيضا أنه جماعة مثل الإخوان المسلمين لم تكن يوما في السلطة وليس لها علاقة بأي شيء بالسلطة، لا وزارات ولا حتى في البلديات، لا يمكن أن يعني في المنطق أن تقود دولة، وهذا في الواقع خطأ استراتيجي أن تتقدم مباشرة إلى الرئاسة، يعني على الأقل تبدأ في البلديات ربما في وزارات، ولكن التقدم مباشرة إلى الرئاسة في الواقع هو مأزق كبير ومسؤولية أعتقد أكبر من مجموعة يعني سواء كان مرسي أو غيره، ولكن ليس لهذه المجموعة وهذه الجماعة أصلا أي خبرة في شؤون الحكم لأنها طول عمرها معارضة، وبالتالي من المفترض أن تكون هناك تدرجات، وهذا نعود إلى مفهوم المشاركة في البداية على الأقل. الأمر الآخر فأثني عن الاستبداد، أو يعني هذا للأسف في بلادنا العربية لدينا تجارب كثيرة مع أنظمة استبدادية، ولكن لا يمكن أن نقيم أحكامنا على افتراضات، يعني هذه المشكلة. إذا كنا نفترض أنه أي رئيس سيأتي بعد الثورات سواء في سوريا أو غيرها سيكون دكتاتوريا بغض النظر عن توجهه بغض النظر عن أيديولوجيته، يعني لن نصل إلى رئيس، هذه هي مشكلة. إذن علينا أن نقتنع أولا بآليات الديمقراطية، وآليات الديمقراطية تتضمن أيضا آليات للمراقبة والمتابعة والضغط المستمر، وكل الأساليب الديمقراطية مشروعة، منها التظاهر ومنها المعارضة في البرلمان ومنها الإعلام، طبعا الإعلام أساسي، وبالتالي لا يمكن تجاهل أو تعدي على حرية الإعلام لأن كلها من وسائل التعبير عن الضغط أو عن مشكلات الناس. الأمر يتعلق أعتقد أنه عندما يتدخل العسكريون هو الذي يقان في خطر يعني حكم غير ديمقراطي، لأنه مشكلة الحكم العسكري في أي بلد في العالم يقود بالضرورة أو في كثير من الأحيان إلى استمرارية لهذا الحكم سواء كان بشكل متواصل أو بشكل متقطع. كنا نعرف مثلا في تركيا كان كل بضعة شاهدنا عدة انقلابات، رغم أنه كان انقلابات كان هناك انتخابات، ولكن كان هناك انقلابات لأن العسكر يتدخلون باستمرار. في مصر كان هناك حكم عسكري طويل، في سوريا، في منطقتنا العربية عموما. هذه مشكلة العسكر أنهم يعني هذه هي طبيعتهم في كل دول العالم، عندما يتدخلون لأول مرة يتكرر هذا الأمر باستمرار، وبالتالي ليس فعل خير أنه يكون هناك تدخل مباشر، يعني قد يلعبون أحيانا وراء الستار، قد يضغطون بشكل ما باعتبارهم جزءا من أو باعتبارهم مؤسسة عسكرية، مؤسسة وطنية مهمة أو أساسية وجامعات يقتنع بها أو يؤمن بها جميع المواطنين، وبالتالي يمكن أن تلعب دور، لكن في الواقع تدخل مباشر ربما سيجعل فريق يرى نفسه خاسرا، وهذا يترك مشكلة على المدى البعيد وربما على المسار الديمقراطي بشكل عام. طيب أستاذ محمد ابقى معي لو سمحت، ودعني الآن أشرك معنا عبر الهاتف من باريس الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ علي ناصر الدين. مساء الخير أستاذ علي. أهلا، مساء الخير، أهلا بك أستاذ علي. بداية، سقوط الإسلام السياسي في مصر هل سيتجاوز الحدود المصرية برأيك؟ أنا في رأيي جميع الدكتاتوريات إن كانت دكتاتوريات القرون الوسطى أو دكتاتوريات القرن الماضي الفاشية أو النازية كالنظام السوري أو أي نوع من الدكتاتوريات فيسقط أمام إرادة الشعوب التواقة إلى الحرية وإلى العدالة. الذين يهللون لسقوط نظام مرسي في مصر وهم أنا في رأيي على حق، لأن الأنظمة المتخلفة الدينية ذات التي تعود طبيعتها إلى القرون الوسطى لن يكون لها مكان في هذا العصر، ولكن إذا نظرنا إلى هذه الأنظمة نراها أقل عنفا
من أنظمة الأنظمة الدكتاتورية كالفاشية النازية كالنظام السوري أو حتى كالنظام الإيراني الذي هو أيضا نظام ديني. أنا أعتقد أن هذه المرحلة قد انتهت بسقوط مقولة الإسلام هو الحل. الإسلام ليس هو الحل، الإسلام هو حل بين الإنسان والله، والإيمان هو بين الإنسان والله. أما أن نكون الآن في هذا العصر وفي هذه الأيام أن نعود إلى عقلية القرون الوسطى أو حتى إلى عقلية الفاشية في القرن الماضي أو النازية، فهذا لن يستمر. وسقوط وسنرى أن سقوط النظام الإخواني في مصر سيتبعه سقوط الذي سقط أصلا، سيتبعه سقوط النظام الدكتاتوري المتخلف القمعي في سوريا بالتأكيد. كذلك ربما أستاذ علي، عذرا للمقاطعة، يعني سقطت أيضا ربما الحجة التي تستخدمها الأنظمة الدكتاتورية وكفزاعة لتخويف الشعوب العربية من القادم ومن الدولة الإسلامية ومن التزمت ومن التطرف إلى ما هنالك من فزاعات تستخدمها هذه الدكتاتوريات. ما رأيك أنت؟ أنا أوافق على هذا الرأي، وأنا أقول أن ليس من الممكن أن تداس إرادة الشعوب لا بالطريقة الدينية السياسية الدينية ولا بالطريقة الدكتاتورية القمعية النازية الفاشية كالنظام السوري. النظام السوري سقط قبل أن يسقط النظام المصري بالتأكيد. إذا كان هنالك قدرة على الاستمرار للنظام السوري لأنه قتل شعبه ويستعمل العنف المفرط في حق شعبه، صحيح. أما إذا رأينا ماذا فعل الجيش المصري، الجيش العظيم، الجيش المصري العظيم، فهو يمنع إراقة الدماء ولا يقتل شعبه. إنه دائما بجانب الشعب، كان في ثورة 25 يناير بجانب الشعب، والآن هو في جانب الشعب. طيب، وليس كالنظام السوري الذي بدأ بقتل شعبه. ما وجه الاختلاف بين الجيش المصري والجيش السوري؟ هل هي البنية برأيك؟ الجيش المصري هو جيش يعني احترافي، والجيش المصري هو جيش قديم، جيش له تقاليده وله مكانته، وجيش ينبع من إرادة الشعب ويحميه الشعب. أما جيش النظام السوري فأنا أسف أن أقول أنه تبين أنه ليس جيشا عقائديا ولا جيشا محترفا. إنه الجيش العقائدي لا يقتل شعبه، الجيش المحترف لا يقتل شعبه، الجيش الوطني يحمي شعبه. الجيش السوري بني على أساس القمع الداخلي، ولهذا رأينا أن الشرفاء من الجيش السوري قد تركوا الجيش السوري لأنهم رفضوا أن يقتلوا شعبهم. أما الباقون فهم على نوعين: النوع الأول هؤلاء الذين ليسوا قادرين في الوقت الحاضر على الالتحاق بالجيش الحر، والقسم الآخر هو جيش مبني من أساسه ليقتل الناس وليحافظ على النظام وعلى المكتسبات العائلية خلال 40 سنة. هذا هو الفرق بين الجيشين. الجيش المصري جيش احترافي على مستوى العالم، وهو جيش يعني جيش منظم وجيش له عقيدة قتالية معينة، وهو جيش بني ليحمي مصر ويحمي الشعب المصري. أما الجيش السوري جيش بني ليحافظ على النظام. لقد سمعنا مقولة ما قاله حافظ أسد عندما احتلت إسرائيل الجولان، قال أو لم يقل هو بنفسه، ولكن
المحيطين به قالوا إسرائيل لم تكن تقصد احتلال الأرض ولكنها تقصد إسقاط النظام. إذن هذا المنطق هو الذي جعل من الجيش السوري جيشا ليس محترفا، ونحن نعرفه في لبنان كيف كان يتصرف وماذا فعل. إنه أبعد من أن يكون جيش احترافي، وأكرر وأقول أن الشرفاء في الجيش السوري إما أنهم ذهبوا وأسسوا الجيش الحر، وإما أنهم لا يقدروا على ليسوا قادرين على الانضمام إلى الجيش الحر. أما ما تبقى من هذا الجيش فهو جيش مبني على أساس حماية النظام وحماية مكتسبات النظام وحماية أولئك الذين سرقوا البلد والذين سرقوا سوريا ودمروها، ولم يكتفوا بذلك بل قتلوا شعبها. هذا شيء للأسف غير مقبول، ولم يحدث هذا في التاريخ أبدا. نعم. طيب أستاذ علي، يعني هلق سقوط الإخوان في مصر أكيد مسألة هامة جدا، يعني على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي حتى. بالنسبة للمعارضة السورية الخارجية أقصد، ونحن نعلم يعني أن الإخوان المسلمين يسيطرون عليها تماما تقريبا، فهل هذا سيؤدي نوعا ما إلى تغيير سياسة المعارضة السورية؟ أنا أعتقد حتى العقلاء في الإخوان المسلمين يعني سيعيدون النظر في موقفهم، لأنهم من الممكن أنهم تأكدوا الآن أن ليس بالإمكان إقامة دولة دينية كما يرغبون. لذلك أنا أعتقد أن سقوط النظام الديني المصري، سقوط النظام الإخواني في مصر سيؤثر على جميع الحركات الإسلامية في العالم العربي، ولا تستبعد أبدا أن يكون تأثيره كبيرا حتى على إيران. نعم. الشعب الإيراني ليس أقل شجاعة من الشعب المصري، وثانيا الشعب الإيراني يعيش تحت القمع، وقد حاول في الماضي أن يثور على نظامه، وأنا أعتقد أن هذه هي البداية في سقوط النظام المصري، ستصل إلى إيران. وأنا أعيد وأكرر أن ليس هنالك مكان لبقية أو لكل الأنظمة الدكتاتورية فاشية كانت أم دينية. على الإخوان المسلمين في المعارضة السورية أن يعيدوا حساباتهم وأن يبقوا، والمطلوب أن يبقوا ليس استبعادهم. حتى في مصر ليس من المطلوب استبعاد جميع مكونات الشعب، أو في سوريا ليس من المطلوب استبعاد مكونات الشعب، ولكن على الإخوان المسلمين أن ينخرطوا في تطلعات الشعب في إقامة دولة حديثة مدنية، وليس دولة دينية ليست قادرة على إعطاء الحلول للناس أو الاستفراد في الحكم. الاستفراد في الحكم غير مقبول لا من هنا ولا من هنالك. جميع المكونات رأيها لها، ولكن ضمن دولة حديثة قادرة ديمقراطية. وعلى الإخوان الآن أن يعيدوا حساباتهم، ويعرفوا أن لم يكن باستطاعتهم وحدهم أن يحكموا أي بلد أو أن يقيموا بها أي نظام ديني، ويستبعدوا الآخرين من هذه الأنظمة التي يحلمون بإقامتها. نعم. أستاذ علي، سؤالي الأخير، أنت ذكرت الآن إيران وربما تتأثر مما حصل في مصر، أنا سأسأل عن لبنان وجنوب لبنان، هل سيتأثر جنوب لبنان بما حصل في مصر؟ أقصد الحزب الديني الذي يطلق على نفسه حزب الله اللبناني، خصوصا بعد تدخله في سوريا. أعلمني أيضا إذا سمحت عن تداعيات هذا التدخل في لبنان الآن، يعني ما هي التطورات؟ تفضل. إذا راقبنا ما حدث قبل سقوط مرسي
نرى أن إيران كانت الداعمة له وكانت تريد بقاءه في الحكم. ليس من منطلق ديمقراطي، لأن إيران لا تعرف المنطلق الديمقراطي، ولكن إيران تعرف أن سقوط نظام ديني في مصر سيكون ربما شرارة تشعل إيران وتسقط النظام الإيراني. أما بالنسبة إلى حزب الله، أنا أظن أن حزب الله انتهى يوم الذي دخل ويوم الذي تدخل في سوريا، وخصوصا أن ما فعله في القصير الذي يعتبره هو انتصار، أنا أعتبر أنه بداية النهاية له. لن يقبل لا السوريون الشرفاء الأحرار من أن تتدخل إيران وبالتالي حزب الله أو الحرس الثوري الإيراني في معارك سوريا. لقد سقط حزب الله، ربما يعني في لبنان هو قوي لأنه الوحيد المسلح، ولكن السقوط لا يبدأ رأسا بالاستسلام، السقوط يبدأ بالسياسة. لقد سقط سياسيا حال دخوله إلى سوريا، والآن هو في لبنان وفي العالم العربي، هو في لبنان معزول، حتى حلفائه المسيحيين كالجنرال عون مثلا، القاعدة للجنرال عون ترفض هذا التدخل في حزب الله في سوريا. حزب الله الآن هو حزب معزول يتباهى بقوته وبفائض قوته، يتباهى بانتصارات وهمية حققها في القصير أو هنا أو هنالك، ولكن خسر وانهزم أمام يعني ما كان ما كانت الشعوب العربية كلها تنظر إليه أنه بمواجهة إسرائيل. أين هو من مواجهة إسرائيل الآن؟ انتهت المواجهة مع إسرائيل. ابتعد كثيرا. نعم. انتهت المواجهة مع إسرائيل وجاء إلى الداخل، ثم لم يكتفي بما فعله في الداخل من 7 أيار وغيرها وغيرها في الجبل وفي بيروت، واستعمل سلاحه الذي كان من يعني الذي كان يجب عليه ان يستعمله ضد العدو الاسرائيلي، استعمله انتقل الى سوريا، استعمله ضد للاسف الشديد هذا ما حصل، واستعمله ضد من؟ ضد الشعب السوري الذي وقف معه في حرب 2006 واستقبل كل اللاجئين. لبنان لم يبقى منزل في لبنان لم يستقبل أفراد من حزب الله، وفتح لهم بيوتهم ومدارسهم ومناطقهم وساعدهم. والسوريون كلنا نعرف الشعب السوري ماذا فعل عندما استقبل الهاربين أو اللاجئين من حزب الله. نعم كذلك نعم فتح لهم نعم أستاذ علي. أستاذ علي آسف لضيق الوقت، آسف جدا للمقاطعة ولضيق الوقت، شكرا لك، كنت معنا من باريس، شكرا لك. وعودة مع الأستاذ محمد فتوح الذي بقي معنا على الخط من لندن. ما زلت معنا أستاذ محمد؟ نعم نعم. طيب أستاذ محمد، الأستاذ جورج صبرة أعلن مؤخرا أن أمير قطر الشيخ تميم أكد على استمرار قطر في دعم الثورة السورية. هل سيغير سقوط الإخوان في مصر نهج قطر بالذات تجاه المعارضة، ونحن نعلم أن قطر دعمت بشكل كبير حكم الإخوان في مصر؟ تفضل. يعني ربما كان في مصر مختلفا عن سوريا، في مصر دعمت الإخوان المسلمين باعتبارهم
يعني كانت ربما القطريين لديهم مصالح أيضا وحاولوا أن يحموا مصالحهم في مصر باعتبار أن الإخوان هناك سلطة حاكمة كانوا. في سوريا أعتقد أن هذا الأمر مختلف بعض الشيء. القطريين الآن ربما بعد التغيير اللي حصل في سدة الحكم سيهدئون الأمور قليلا حتى يعيدون ترتيب أمورهم. ربما نشهد بعض يعني الفتور أو بعض الغياب لموقف قطري محدد خلال هذه الفترة، لكن لا أعتقد أنه سيحصل تغيير جذري في السياسة القطرية تجاه سوريا باعتبار أن المسألة قد حسمت ولم يعد بالنسبة للقطريين مجال ل يعني التراجع، لأن الأمور كما نعلم لم في سوريا بشكل عام ليس هناك خط للرجعة، وبالتالي الذين مضوا في هذا الخط في دعم الثورة ودعم المعارضة السورية لم يستطيعوا البقاء أو تغيير خطهم في هذه المرحلة، وإلا ستكون انتكاسة كبيرة لهم مثل ما ستكون انتكاسة أيضا للمعارضة السورية. طيب الآن اليوم وغدا سوف يقوم الائتلاف إن استطاع بانتخاب قيادات جديدة في إسطنبول، هل سيتمكن أخيرا من الاستقرار داخليا على الأقل، أم أن الصراع السعودي القطري بات يحتدم وسوف تدفع معارضة الخارج الثمن؟ يعني للأسف سمعنا مؤخرا، لا أعلم إن صدق أو كذب هذه الادعاءات التي حصلنا عليها، أن هناك شخصية لبنانية وصلت إلى إسطنبول لتشتري أصوات لصالح السعودية، هكذا وصلنا بالحرف ولا نعلم مدى صحته حقيقة. تفضل أستاذ محمد. يعني بشكل عام أعتقد أن الائتلاف ليس أو لم يعد ذلك المؤسسة المهمة، رغم أنه الآن هي مؤسسة يعني معترف فيها واجهة سياسية. نعم هي معترف فيها واجهة سياسية، ولكن للأسف ليست مؤسسة يمكن النظر إليها باعتبارها قوة فاعلة على الأقل في هذا الظرف. نحن نعلم أنها شهد أن هذا الائتلاف شهد كثير من المجاذبات وكثير من النقاشات حول التوسعة وكثير من الخلافات ربما والشد والجذب، كل يحاول أن يجذب أو يزيد حصته، وبالتالي القيمة العملية لهذا الائتلاف إلى الآن ليست ملحوظة، وبالتالي انتخاب رئيس لا يعني لا أعتقد أن الكثيرين يتابعون ما يجري في الائتلاف. الناس إذا لم تشهد أو لم تلاحظ أي تأثير على الأرض أو على مصالحها اليومية لن تتأثر أو لن تعتبر أن ما يجري يهمها. المهم بالنسبة للناس هو حصولهم على الغذاء والدواء وحصولهم على السلاح الذي يدافعون به عن أنفسهم، وبالتالي أي جهة لا تستطيع أن تقدم هذه الأمور يعني لن تكون ذات أهمية بالنسبة للسوريين. إلى الآن لم يستطع الائتلاف حتى بالنسبة لمشروع الحكومة المؤقتة، فشل بسبب التجاذبات الدولية والإقليمية، ووصل المشروع إلى نهايته بالرغم من أنه الحكومة وتشكيلة الحكومة جاهزة، لكن للأسف خلافات سياسية أعاقت تشكيلة، وكان هناك كثير من المشاريع والبرامج، والناس يعني أصبح حتى تنتظر أي شيء عملي في الواقع. إذن يعني أنت من مؤيدي تشكيل الحكومة من المعارضة أستاذ محمد؟ لابد من تشكيل جهاز تنفيذي نسميه حكومة نسميه أي شيء، المهم لجنة تنفيذية، المهم يكون هناك جهاز تنفيذي يعمل على رعاية مصالح الناس وبعيد عن تجذبات سياسية، هذا هو المهم. لا يمكن الركون إلى جسم يعتمد المحافظة السياسية والجدال السياسي المستمر والمناكفات المستمرة بين أعضائه، هذا لا يمكن أن يقدم شيء. لابد من جهاز تنفيذي يتولى التنسيق بين الجهات التي تعمل في الأراضي المحافظة وغيرها إن أمكن، لا سيما في قضايا الإغاثة، في قضايا التعليم، في قضايا الصحة، هنا قضايا تهم مصالح الناس اليومية، هذه لابد من جهة مركزية تراعي التنسيق وتوفر الدعم لها وتوزع الحاجات أو توزع الدعم المادي بحسب احتياجات كل منطقة وبحسب حجمها. يعني الفوضى في الواقع ليست يعني هي مضرة ومؤذية، وفي نفس الوقت لابد من وجود نواة لجهة في المستقبل ربما ليس بالضرورة أن تحافظ على شكلها كاملا، ولكن على الأقل تكون هناك جهة بدأت العمل فعلا وهي خبرة تستطيع أن تبني عليها لمرحلة ما بعد الأسد. علينا أن نبدأ بخطوات عملية ولا نكتفي، كل ما يجري الآن هو حملة علاقات عامة للأسف، سواء كان المجلس الوطني أو الائتلافية في غالب عمله حملة علاقات
عامة، ورغم أن هذه يعني لم تؤتي أكلها بسبب أن هذه المؤسسات لم تستطع أن تقدم نفسها على أنها مؤسسة جامعة، مؤسسة معترف بها داخليا وبالنسبة للناس المواطن العادي. بالتالي نعود إلى نقطة الإنجاز، وهذا يتطلب على الأقل يعني طي الخلافات السياسية وبعض الخلافات السياسية ولو مؤقتة. نحن نعلم أنه لا يمكن إنهاء الخلافات السياسية، ولكن لا يمكن أن نستمر هذا الحال مطولا. أستاذ محمد، بدقيقة واحدة لو سمحت، إذن بناء على الذي تحدثت به الآن، فإن جنيف 2 ربما سوف يعاني الكثير إذا ما ذهبت المعارضة على هذه الشاكلة، ما رأيك أنت؟ كيف يعني سيكون جنيف 2؟ يعني قبل أن نصل إلى من سيشارك في مؤتمر جنيف، يجب أن نحدد ماذا نريد من مؤتمر جنيف، وماذا نقبل، ما هو السقف الذي نقبل به. إذا لم نستطع أن تحدد السقف الذي نقبل به والسقف الذي يمكن الحصول عليه، سيكون مؤتمر جنيف نكسة واعتراف بشرعية نظام الأسد. لا يمكن الذهاب إلى مؤتمر جنيف واجتماع بممثلي الأسد بدون أن يكون هناك خط أو اتفاق مسبق، أو على الأقل هناك إشعار مسبق بأنه يمكن الحصول على الحد الأدنى الذي يرضي الشعب السوري. وبعكس ذلك سيكون نوع من منح الشرعية لممثلي الأسد، وفي الواقع لا يمكن التفاوض بدون أسس، لا يمكن الذهاب فقط لعقد اجتماعات عقدت مثلها سابقا. الأمر يحتاج إلى خطوط محددة، وهناك شروط لإنجاح هذه مثل هذه المؤتمرات. نعم. بالتالي يتطلب أولا ضمانات في حتى في الحد الأدنى المطلوب. نعم أستاذ محمد فتوح، شكرا لك على هذه المشاركة، كنت معنا من لندن، شكرا لك أستاذ محمد. شكرا لكم أخي، شكرا لك. شكرا لك. إلى هنا أعزائي المشاهدين نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم صدى المواطنة، على أمل اللقاء بكم يوم الخميس القادم. تصبحون على وطن، تصبحون على أمل.